الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معنا شركاء النجاح أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله نبدأ مؤتمر دي إكسن العربي للمعرفة، والذي حقيقة هو جاء كجزء من المنهجية التدريبية التي تعكف عليها حاليا اللجنة العربية لدي إكسن الشرق الأوسط. الهدف من هذا البرنامج بإذن الله هو إعطاء صورة واضحة عن نظام الدي إكس إن بمختلف جوانبه، سواء كان المعلومات الأساسية حول شركة دي إكس إن ونظام دي إكس إن، أيضا ما هو المطلوب بعد دخول العضو مع نظام دي إكس إن، وصولا إلى المعلومات حول المنتجات وكيفية استخدامها، المعلومات حول صناعة البيع المباشر ككل، كيفية الرد على اعتراضات الكثير من الناس حول منتجات أو نظام شركة دي إكس إن أو نظام صناعة البيع المباشر ككل. بإذن الله سبحانه وتعالى هذا البرنامج أيضا يعطي الفرصة لتعلم كيفية البناء الحقيقي للعمل مع نظام حقيقي، نظام دي إكس إن، لتأصيل كثير من المعلومات والتي تعطي وضوح في الصورة حول نظام دي إكس إن، وصولا إلى ما هي أخلاقيات وأساسيات العمل، وما هي الأشياء التي يجب مراعاتها تماشيا مع القوانين والتشريعات المحلية والعالمية كذلك، لتأصيل هذا العمل وبناء بيئة إيجابية للأعضاء بإذن الله سبحانه وتعالى للنجاح مع نظام دي إكس إن. بإذن الله هذا البرنامج اليوم يعطي صورة واضحة، نكون فيه مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى مع متحدثين بارعين، متحدثين لهم خبرة وباع لمختلف الجوانب مع نظام دي إكس إن، والذين سوف يعطونا حقيقة كثير من المعلومات حول مختلف الجوانب عن نظام دي إكس إن. كل شكر والتقدير لحضوركم معنا لهذا البرنامج. نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج برنامج نموذجي حسب احتياجات الأعضاء، وحقيقة تم بناء هذه الجوانب التي سوف يتم الحديث عنها في هذا المؤتمر اليوم بناء على الاحتياج الحقيقي لمختلف الجوانب التدريبية والحاجة الحقيقية للأعضاء، نظرا لكثير من المعلومات المتوفرة من هنا وهناك ثبتناها وأصلناها في هذا العمل، والذي هو سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في المستقبل كذلك برامج، سواء كانت افتراضية مثل هذا البرنامج اليوم أو برامج حقيقية بإمكاننا أن نلتقي مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى في مختلف دول دي إكس إن الشرق الأوسط لإقامة مثل هذه المؤتمرات بشكل حقيقي بإذن الله، وبحضور من مختلف الأعضاء من دول دي إكس إن الشرق الأوسط. كل شكر والتقدير لكم على حضوركم وحسن استماعكم اليوم. كذلك حقيقة أشكر جميع المتحدثين اللي شاركونا في هذا البرنامج وأعطونا صورة واضحة عن نظام دي إكس إن مختلف جوانبه. كذلك حقيقة الشكر موصول لجميع أعضاء وعضوات اللجنة العربية، لهم دور كبير في تأصيل مثل هذه المعلومات وبناء منهجية حقيقية لتدريب الأعضاء. كذلك حقيقة الشكر موصول لإدارة دي إكس إن الشرق الأوسط على الدعم المتواصل لمثل هذه الفعاليات، والذين لم يألوا جهدا في دعم كثير من الأفكار التي خرجت بها اللجنة العربية. بارك الله فيكم، ونلتقي في برامج قادمة بإذن الله. حياكم الله معنا.